مستوصي ولا كهرباء ولا ما اقدر اتحمل يطيح حظ الحكومة، ما في حظ والله الحكومة طايح حظها، ما تروح تناجي الدهل محافظ ودراما تايته. سبقته دموعه بسبب الحال الذي وصلت إليه محافظته النجف وبلده العراق، حيث انعدمت فيها الخدمات والاحتياجات الأساسية للحياة الكريمة. ففي معظم مناطق النجف ومنها حي النداء بات مجيء الكهرباء والماء حلماً لقاطنيه الذين يصارعون لهيب الصيف ويلهثون وراء قطرات ماء تسقي عطشهم وتبرد أرواحهم. الناس هنا عايشه بماساه، لا كهرباء لا ماء، اللي يريد يسحب ماء يسحب له 1000 متر او 500 متر، والماي لا تريد تفتح الماي ورا نص ساعه ورا ربع ساعه يجيك الماي، الماي حار يصمت صمت، النار ما تقدر تسال الماي تغسل وجهك به، مو معناته نريد نناشد المسؤول، نريد نناشد اللي منو مسؤول على هاي الجهه، ليش هيك الناس، ليش هيك ماساه، يعني اللي قاعد بالتجاوز اشرف من هيك مكان، ليش؟ شنو السبب؟ طبعا احنا سكان حي النداء او ملحق النداء، للاسف هذا الحي يفتقر للخدمات، منها بالدرجة الأولى هي الماي، اثنين الكهرباء، وللأسف هذه القطع يعني موزعة من سنة 91، يعني المواطن يمتلك قطعة من سنة 91 وسنة 2021 هو ما عنده خدمات. ويفتقد حي النداء منذ سنين طويلة كعشرات الأحياء في المحافظة للمدارس التي تبعد أقربها آلاف الأمتار عن الحي، أما الدراسة عن بعد فما عادت تجدي نفعا مع الانقطاع شبه الكامل للكهرباء. لا ماء لا كهرباء، طلاب عندنا يعني هاي يعني معاناة عندنا، يعني كلش معاناة من شغلة الكهرباء والماء. يعني من 91 لهذا يوم الله، يعني احنا هسه محرومين لا من مدارس لا من ماي لا من كل شيء، يعني من كل النواحي احنا محرومين. بالنسبة لي أداوم جامعة الكوفة قسم قانون مرحلة رابعة، ودراستنا أغلبيتها هسه احنا إلكتروني، واغلب المحاضرات اللي جاي ناخذها هي الكتروني، فشنو تعتمد يعني اعتماد رئيسي هي على الكهرباء، وحاليا جاي يعطونا جدول هسه مثلا يعطونا مثلا وقت محدد يكون عندك محاضره، تجي للوقت اللي تريد مثلا تدخل عليه المحاضره تلقى كهرباء ماكو. ويأمل أهالي حي النداء والعشرات من الأحياء التي فاقم مآسيها غياب الخدمات ومتطلبات الحياة الأساسية أن تأخذ السلطات المسؤولة معاناتهم على محمل الجد، معاناة لم تحرك الحكومات التي تعاقبت على العراق ساكنا فيها حتى اليوم.